السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أم زكريا، لكنتي أختي الفاضلة أول مرة كتشاهدي القناة ديالي، كنتمنى تشتركي معايا فضلا وليس أمرا طبعا إلا عجبك المحتوى ديال القناة. اليوم عزيزاتي غنشارك معكم الروتين ديالي، بقاو معايا ما تزابيوش، نشوفوا شنو غنديروا في هذا الروتين. هذا غنديروا واحد الوجبة إن شاء الله، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم ونخملوا شوية الدار، راكم عارفين. المهم رحنا عندنا الوقت الكامل كامل كامل اللي غنديروا فيه بزاف ديال الحوايج، وبقاو معايا ما تزابيوش. المهم هنا عزيزاتي غادي نجمع، درنا الفطور، الفطور اللي فطرنا به البارح فطرنا به اليوم. بلا ما نوريكم شنو درنا الفطور بحال البارح بحال اليوم، راني المهم اللي بغات تشوف الفيديو اللي درت ديال الروتين ديال البارح والبارح، يعني نفس الفطور فطرنا به هاد الساعه وساعه اخرى يفتح الله مني يتنوع الفطور مني نديرو فطور اخر ان شاء الله نوريكم. المهم غادي نمسح الطبله دابا، غنجمع الماء عندي ونغسلهم ونمسحو الطبله. غادي نرشو شويه على الطابله نمسحوها. المهم كيف كتشوفوا عزيزاتي غسلت المعنات ديال الفطور، دابا غنجمع درت حيت الحوايج ديال التصبين، غادي اللي غيتصلح نصلحو واللي ما كيتصلحش غادي نطوي ونرجع كل حاجه لبلاصتها. وهنا غادي نجمع الغرفه النوم ديالي، يعني ما غاديش نوريكم كيفاش ديروا، راكم كلكم تبارك الله حادقات. غادي نجمعها، المهم انا كنقول لكم بالتفاصيل كل حاجه اللي غنديرها غادي نقول لكم. هنا غنجمع البيت وغنمسح شويه الغبره اللي كاينه في الطبيلات هنايا وغنظم هذا الشيء، راكم كتشوفوا ضروري كتكون شويه العرقاله، ضروري غنجمع هذا الشيء ننظمه ونمسح الطبله ونمسح شويه الغبره وديك الساعه نرجع معكم. المهم غنجمع البيت وديك الساعه نرجعوا. رزمنا في الصراحه في الدار، والله الا رزمنا مابقاش عندنا الجهد الله يستر، ولينا غير ندورو شويه نسخفو وصافي قادين. دابا غنمسحو شويه الغبره. انا كندير كنسجل بيد وحده، هذا البنات ريحته غزاله، هذا من بريمور غزاله ريحته المعقم، راه ما يخطاش ضروري. المهم هانتوما الغبره راه ما عرفت مين كتدخل، هانتوما معرفتاش مين كتدخل. شكون اللي عندها البنات بحال هاد الكتاب، باقي عندها بحال هاد الكتاب، راه شحال هادي هو عندي انتما. يلا خصني نلصقو من هنا، غزال رائع جدا البنات، هادو فيه أدعية فيه أوراد يومية، غزال بزاف رائع جدا. هذا تقريبا بقوة ما كان نقراه يوميا، داكشي اللي كنقراه سبحان الله اتسخ ليا في العقل ديالي صراحة، زوين بزاف. ما بقاش دابا بحال هاد سميتو، ولا كاين واحد اخر ما بقاش بحال هاد الشكل، هذا داروا واحد اخر عاوتاني. نصحو شويه الغبره، وهذا مكان، وهذو البنات مع جلد كنمسحها بطويطاس باش ما يشدش فيها الغبره، ملي كتبقى الغبره كتولي بحال الوسخ باش نحافظوا على تبقى نقيه. كاين واحد الطويطاس غادي نوريهم لكم، تقاداو ليا كناخذهم من ميركادونا زوينين بزاف، هذيك الساعه نوريهم لكم. دابا كندير غير الطويطاس عاديين، المهم ضروري خصهم يتمسحوا باش ما حيت مع البيض بلا شد الوسخ كيولي يبان حالته. كنمسح بهم حتى البيض ديال زكريا حتى هو ابيض، مع كيبقى شاد يديه كيبقاو الطبايع الطويطاس كنمسح بهم باش ما يبقاوش الطبايع.
مع الطلوع ديال هاد الدروج حتى هما كيتوسخوا، كيبقى يطلع فيهم، يطلع الكام ديالو حتى هما كيتوسخوا باش يبقى نقي. ضروري خصو يتمسح كل ساعه. ودابا سخفت والله الا غندوز على الحمام. الحمام حتى هو من الاحسن يدوز كل نهار باش ما يعذبكش، ما يبقاش يتجمعوا. انتم البنات هذا راه واخا يكون الاوساخ كما كانوا راه زوين بزاف. البنات كيخلي الحمام تيبري، تي غير رشيه وخليه وسيري ديري شغالك وعاد رجعي حكي حكه، كيخلي كل شيء كيبري، ما كيبقاوش دوك الاوساخ في الحمام. واخا يكون الحمام موسخ مخليه سيمانه كاع ما غسلتيش، كيرجعوا كيبري زوين بزاف البنات. غير هو ديروا شي حاجه على فمكم حيت فيه الريحه مجهده، غتلقاو عند الشينوا، كيكون عند الشينوا بزاف. ومن بعد اخواتي مني ساليت دوزوا التشطيبه. انا راه مصطفى كيصبغ، راه قاعد الدنيا رونها ليا هانتوما، هاد الصبغه كلها ديال البيبه اللي صبغ، وهادشي كله غادي نغطي ان شاء الله بهذاك اللي وريتكم. انا خص بغيتو تيسالي الصبغه كامله عاد ديك الساعه. نكمل انا ان شاء الله بحول الله ونلصق هادوك ديال الارض. ودابا عزيزاتي غندير معكم واحد الطويجين ديال الطريفات ديال الدجاج. انا درت شحرت بصيله ودرت زيت الزيتون وغنزيد التوابل. نتوما التوابل ديروا كل واحد على حساب التوابل اللي كيبغي. وضفنا الدجاج عزيزاتي، الدجاج طريفات كيف كتشوفوا مقطعين بحال اللي غنديروه للشوا، غنديروه حنايا في الطاجين، كيجي لذيذ البنات. تبعوا معايا، غنديروا البزار كيف ما قلت لكم، التوابل كل واحد، حيت كاين اللي ما كيعجبوش الكمون، كاين اللي ما كيعجبوش الخرقوم الصفر، كل واحد المهم يمشي التوابل ديروها على حسابكم. وغنديروا تحميره وخرقوم صفر بطبيعه الحال، ومن بعد سكنجبير وغندير شويه ديال الزعتر. انا كان كيعجبني نطيب به في كل شيء. والربيع البنات راه ما عنديش، الربيع ما عنديش انا، ضروري ديروه. الثوم بودرة، ولا الثوم الاخر انا عندي دابا متوفر هذا، وكنخليوه يتشحر. وهنا عزيزاتي عندي واحد جوج ديال المطيشات اللي طحنتهم، غادي نزيدهم على الدجاج كيف كتشوفوا تشحر لينا شويه. غادي نزيدو هاد لاصوص ديال الطماطم وغادي نخلطوه مع الكل ونخليوه يطيب واحد شويه، غنغطيو عليه يطيب واحد شويه عاد غنربيوه جلبانه وخيزو. وكنخليوه يتشحر اخواتي، ما كنديرو ليه لا ما كنمرقوه ما والو، كنخليوه يتشحر بهذيك البصيله وداك المطيشه اللي طلقات الماء ديالها غير واحد شويه، وكنرميو عليه جلبانه ونغطيوه ونرميو عليه جلبانه وخيزو. وهنا عزيزاتي ملي طاب لينا شويه الدجاج رمينا، ماشي نخليوه حتى يطيب حيت الدجاج دغيا كيطيب، غادي يطيبوا مع بعضهم خضره جلبانه والدجاج غيطيبوا مع بعضهم. رمينا الخيزو جلبانه، دابا غنمرقو نديرو شي نص كاس باش ما يجيناش الموز صغاريت، الطويجين بغينا يجيو خاطر ويجي ناشف ما يجيش فيه البلول بزاف. كيف كتشوفوا راه ما مرقتش انتما البلول، تلقى غير البصله وديك المطيشه اللي درت. غنزيد واحد نص كاس صافي فين يطيب هادشي، ونسد عليه نخليه حتى يطيب كيف ما نتوما عارفين. كيف ما قلت لكم اخواتي زدنا الخيزو وجلبانه ودرت واحد نص كويس ديال سميتو، نقصوا البوطه نخليه يطيب على راحته باش يجينا خاطر ويجينا غزال ولذيذ ان شاء الله. وهذا هو الطويجين ديالي عزيزاتي، جا رائع جدا الريحه، يا سلام ما شهيتكم فيه. وكيجي زوين اكثر الا كان الطاجين ديال الطين. خلاص انا عندي هذا ديال الحديد، ما عنديش ديال الطين تهرس ليا،
وهذا عندي مشحال، هذه الصراحه راه جايب سنين هو عندي ومصابك، وكان عندي ديال الطين يكون احسن حق. انا عندي هذا ديال وجده، ما كنبغيش نحكو بهذيك الحرشه، كيبقى يلصق الا حكيته بالحرشه كيبقى يتلصق. المهم هذا هو الطواجين ديالنا ديال اليوم، غنزيد معاه شليضه والله يجعل البركه. ودابا عزيزاتي غادي نمسح شويه الكوزينه حيت باقي الحال على الغدا، غنرش على البيبان ديال الكوزينه، بغيت نغسل نمسحهم، غنرش عليهم ونخليهم يرطابوا شويه وعاد هذيك الساعه نمسحهم. كيف ما كتشوفوا بلا ما تعذبوا تبقاو تحكوا، يعني رشوا وخليو وسيروا قضيو شغالكم، هذيك الساعه ترجعوا وحكوه، راه دغيا كيخرج كيخرج من داكشي بهذا البرودوي اللي وريتكم. ودابا عزيزاتي غادي نحكم حكه خفيفه، انا راه ما كنعرفش نخدم بالغوانتيس والو، يدي راه جرتلتهم الصراحه، تنسالي وعاد غادي ندير لهم شي فركه مزيان، شي كريمه نخليهم مرقدين فيها مزيان مزيان مزيان. دابا كنغسلهم هادو من برا، عاد كنخوي داكشي عاوتاني من الداخل كامل، كندير بالجهه بالجهه وعاد نخوي كلشي ونمسح، نستغلو الفرصه ما حدنا جالسين. ونمسحهم انتم البنات كاع ما كتعذبي ما والو، تدويزه وحده وتمسحيهم وصافي.